لقراصنة الإنترنت مجموعة من المعدات، نذكر أولاً الفيروسات التي تهاجم نظام كمبيوتر عن طريق إلحاق ذاتها كملحق بملف فتتكاثر وتنتشر وينتقل معظمها عبر البريد الإلكتروني. ننتقل إلى ديدان الإنترنت التي تعتبر خبيثة أيضاً، إلا أنها تتمتع باستقلالية تامة، فهي لا تحتاج إلى ملف مضيف، وهي قادرة على الانتشار على شبكة من دون تدخل الإنسان. وتستخدم الفيروسات كما الديدان للقضاء على جزء من الملفات أو تعديلها، وقد تتسبب بأضرار فادحة. أما حصان طروادة فهو نوع من البرامج الذي يبدو وكأنه شرعي، ولكن ما إن يفتحه المستخدم حتى يسمح للقراصنة بالولوج إلى نظام الكمبيوتر. يلجأ القراصنة إليه ليعيقوا خادم ويتحكموا بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر عن بعد لكي ترسل طلبات إلى النظام المستهدف فيتحمل أكثر من طاقته ويتعطل. ولا ننسى برامج التجسس التي تستخدم لجمع بيانات موجودة على جهاز الكمبيوتر بسرية تامة. أبرز غايات هذه التقنية هي التزوير، إذ يقوم القراصنة بجمع معلومات شخصية ومعلومات حول بطاقات الائتمان ويستخدمونها لأغراض شخصية.